السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الزملاء الأفاضل في اللقاء الجديد المتجدد لوحدة جراحة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى العبور، وحدة جراحة الجهاز الهضمي والكبد وحدة منشأة حديثا بتشمل 3 سب جروبس، وحدة جراحات الكبد ووحدة الأدفانس لابروسكوبك سيرجري ومجموعة أو وحدة الكولوريكتال سيرجري. ابتدينا مع بعض سلسلة اللقاءات العلمية واستمتعنا بكثير من الأساتذة الأجلاء الأفاضل اللي أفاضوا علينا بخبرتهم وعلمهم الجليل. النهاردة مع أحد أعلام الجراحة في مصر ورائد من رواد الجراحة، أستاذ الدكتور صفوت عبد القادر، أستاذ الجراحة العامة في كلية طب القصر العيني ورئيس الأقسام السابق، وأحد الناس القلائل اللي لها بصمات في الجراحة في مختلف الأنشطة العلمية على مستوى الجمهورية. دكتور صفوت ليه باع كبير وليه أثر كبير وشرفنا كتير جدا في كفر الشيخ، ومن أكبر الداعمين لنا في النشاط العلمي. النهارده هيكلمنا على هيرنيا مانجمنت بيزكس اند تيبس. زي ما اتفقنا مع حضراتكم هنراجع مؤشر الصوت ونقفله والفيديو ونقفله. حضراتكم تكتبوا أسئلتكم إن شاء الله عشان نستفسر فيها أول بأول، عشان لما نفتح مجال الأسئلة اللي عايز يقول كومنت هيضغط على ريز هاند وهنسمح له فتح المايك ويبتدي يتكلم إن شاء الله. هنبدأ بعد ما نخلص إن شاء الله زي ما عودناكم هننشرها على الشانل بتاعت الوحدة إن شاء الله. وطبعا نشكر حضوركم الكريم ونشكر حسن تعاونكم معانا إن شاء الله. بفكر حضراتكم ان شاء الله ان اللقاء الجاي مع الاستاذ الدكتور خالد مجهولي، استاذ جراحه الشرج والقولون جامعه الاسكندريه ورئيس وحده الشرج والقولون المصريه، وهيكلمنا على مانجمنت اوف كرونيك كونستيبيشن. في النهايه من التقدم اسره جراحه وحده جراحه الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى العبور كفر الشيخ بشكرها العميق وخالص تقديرها للاستاذ الدكتور صفوت عبد القادر، استاذ الجراحه العامه كليه الطب جامعه القاهره واحد اعلام الجراحه في مصر. نسال الله ان يتقبل عملكم ويجزيكم خير الجزاء، وجزاكم الله خير لكل من شارك وحضر معانا، وشكرا لكم جميعا وجزاكم الله خيرا. دكتور احمد سعدي، انا بكرر شكري وعرفاني على مدى سنين طويله لاهتمامك الشديد بالجديه وبنشر التعليم، وانا بشكر جميع الحضور، اولهم طبعا استاذنا الكبير الدكتور رفيق بيه الله يكرمه، وكل الاحباء اللي حاضريننا وسامعيننا دلوقتي او هيخشوا معانا بعد شويه. وانا مضطر ان انا اعتذر على انه انا ليا تندنسي كده في حتى في جمعيه الجراحين المصريه انه the so called the basic things بنحب ان احنا نريفيزيت، بنحب ان احنا نعود يعني نعاود زياره ما يسمى بيزكس، لانه انا اظن ان عندنا مشكله في تدريب الشباب الاطباء ان الحاجات الفيري كومن والفيري بيزك يعني في بدايه نشاه الجراح وتدريبه بتتساب لنايب ميد سينيور يعلمه، قد يعلمه بشكل كامل او منقوص او خطا، وتنتقل هابتس معينه ومفاهيم معينه لغايه ما الجراح الصغير يبقى وسطي ثم قد يكبر على وضعه. فانا بعتذر انه احنا بنطرق موضوع مفروض انه بيزك وكومن، ارجو ان ما حدش يحس بالاهانه ان احنا بنتكلم على الهيرنياز اللي انا متاكد انه اغلبكم يعرف فيها اكتر ما انا اعرف فيها. بكرر شكر تاني دكتور احمد السعدي. وصل الدنيا يا دكتور أحمد؟
دكتور صفا، كله واضح ان شاء الله، الصوت والفيديو والسكرين ان شاء الله وسنترال. كويس صفا ان شاء الله. العنوان اللي هنتكلم عنه النهارده زي ما بنقول هيرنيا بيزكس، وان شاء الله يبقى فيه شويه تيبسز. خلينا نبدا من فيري فيري بيزك، يعني ايه هيرنيا؟ وسامحوني والله لو انا قلت كلام فيري فيري بيزك. الهيرنيا طبعا فيها ديفكت وفيها ساك وفيها كفرنجز وفيها كونتنت، انما احنا كراحين اللي يهمنا بيزكلي is the defect. Defect is defect in the fascia، ودي اللي بنركز عليها في التعامل من بداية التشخيص والشك ان في هيرنيا من عدمه، خاصة في الناس very obese. ثم في التعامل مع الهيرنيا انه after reducing the contents احنا لازم ال defect in the fascia يبقى managed. ال defect in that layer allows intra-abdominal contents, fat intestine to bulge through. وبرضو على الماشي كده نقول انه في حاجة اسمها sliding hernia، انه جزء من الريتروبيتونيال ستراكشرز سبيشال يور بلادر اند ذا كولون سم تايمز تنزلق وما تبقاش بقى كونتنت، تبقى جزء من الوول اوف ذا اوف ذا هيرنيا. مش قادر اقلب. الهيرنياز بتحصل فين؟ في كل اماكن الابدومينال وول. It could be at a previous surgical incision, it could be near or around the umbilicus. وعندنا طبعا الجروين هيرنياز. طيب احنا ليه في بقى عندنا تندنس دلوقتي انه كنا زمان نقول انجوانال هيرنيا، انسيجنال هيرنيا، ايبيجاستيك هيرنيا؟ العالم كله بقاله اكتر من 20 سنه بيدفرنشيت بوضوح ما بين الجروين هيرنياز التي تشمل الانجوينال دايركت والاندايركت والرير تايبس اوف جروين هيرنياز اند فيمورال. دول ليهم اوتلوك ومشاكل واتيتيود علاجيه مختلفه عن المجموعه اللي اتلم على بعضيه وبقى سمي فنترال هيرنياز. هم يفرقوا عن بعض؟ يس، يفرقوا في حاجات كتير، احدها النسيسيتي اند تايمينج اوف سيرجري. عاده الفنترال هيرنياز عاده ما بتبقاش لايبل ولا امينابل تو كومبليكيشنز ايرلي. عاده الفنترال هيرنياز العنق بتاعها والنك بتاعتها بتبقى واسعه، وبالتالي الاسترنجريشن از فيري فيري رير. الفيمورال هيرنيا والاوبليك انجوانال هيرنياز ار مور سسبتبل تو كومبليكيشنز اند استرنجليشن، وبالتالي الاستعجال في التدخل الجراحي في الجروين هيرنياز اكتر من الفنترال هيرنياز. الريكرنس ريت ديفينتلي اعلى بكتير ان الفنترال هيرنياز. والحقيقه اذكر ان احنا عملنا شغل في الاصرعيني من حوالي 35 سنه، كان دخل معانا زمايلنا اساتذه الطب البيطري، واتضح انه البشر وانس مشيوا على رجليهم مختلفين عن الثدييات الممل الثانيين اللي ماشيين على الاربع، ده بيغير الميكانكس والستريسز اللي على الابدومينال وول تخليهم لايبل تو هيرنيشن. في فرق في ريكرنس ريت وات ايفر العمليه الجراحيه اللي هنعملها ما بين الجروين هيرنيز فينتر هيرنيز. يس ديفينتلي الفينتر هيرنيز ايفن افتر سيرجيكال بروسيدجرز they have higher incidence of recurrence. في رول للهيرنيوغرافي، اللي في رول في الهيرنيوغرافي اكتر ان جراين هيرنيز، انما ان فنترال هيرنيز اذا ما حطيناش مش chances of recurrence بتبقى around 20%. So the necessity of mesh is definitely more in ventral hernias. طيب خلينا بقى نركز في الاوائل على الجراين هيرنيز. When we say groin hernias، وعايزين نهضم ونتعود نقول الكلمه دي لانه في العالم ما بقاش في اهتمام شديد في التفرقه ما بين الاوبليك هيرنيا والدايركت هيرنيا، لانه السيفتي اوف سيرجيكال بروسيدجرز، السيفتي اوف انستيزيا، الافيلابيليتي اوف ديفرنت تايبس اوف ريبيرز سوتشر ماتيريال اند ميشز، خلت انه ايفن الدايركت هيرنياز ان اغلبهم الميديال تايب اللي هو فيري رير ان هو كومبليكيت، ستيل دول خلاص بقوا بيبقوا ابون بيكوز السيفتي بقت كبيره جدا جدا ان ريبيرنج انجوينال دايركت هيرنياز.
كنا زمان وكنا وقعدنا سنين نسأل الطلبة في الامتحان الأندر جراديوت وساعات في الماجستير نقول إزاي تفرق ما بين الأوبليك هيرنيا والظهر التيرنيا، وجداول بتتقال كان هدفها الرئيسي إنه لو هي أوبليك هيرنيا we have to operate upon as soon as possible لأنها definitely because of the tightness of the internal ring and the obliquity of the course and it is more liable to strangulation لدرجة ان احنا بنoperate upon very early once we diagnose oblique hernia. التendency في العالم كله ان oblique or direct the patient needs to be scheduled for surgery not necessarily that urgently انما بيتعملوا. في rarities still of groin hernias of inguinal hernias زي الأوجيلفي واسماء تانية زي اللي بيعدوا من insertion of the conjoint tendon إلى آخره. ده دول الانجوينال direct oblique well combined يعني اللي كنا زمان نسميها بانتالون هيرنيا يعني فردة ساك في الكورد وساك تانية زق الconjoint tendon لقدام يعني ممكن نلاقي oblique and direct yes where rarities. طيب لو سيبنا الانجوينال عندنا الفيمورال هيرنيا اللي هي definitely more liable to complications. أنا حاطت كاتيجوري كده مستقله اسمها ريكارنت هيرنيا لان ريكارنت جروين هيرنياز they need a definite تعقل لنتاكد ان الهيرنيا ريكيرد اور نوت لان ليس كل مينيمال بلج بعد شهور وسنين من ريبير اوف انجوينال هيرنيا ايكوالز ريكارنس. ليس كل تندرنس او بين اراوند السكار اوف جروين هيرنيا معناه انه دي ريكيرد. طيب هي بقى لو ريكيرد وخلاص ودوكيومنتد انها ريكيرد الابروتش بتاعنا في ريكيرنت هيرنياز هنبدا ازاي هنشتغل ازاي هنكستند الوند شويه عشان نبدا بفيرجن بلينز قبل ما نخش في منطقه ادغال والغام ما نعرفش اللي قبلينا بالظبط عمل ايه وهل الباز او الفيسلز التستيكولار فيسلز هم سبكوتينيوس ولا ديب ولا فين. Recurrent hernias في الناس اللي perfecting laparoscopy is an excellent indication of laparoscopy. أنا شخصيا في laparoscopic groin hernias I do that basically في bilateral groin hernias or the recurrent hernias. Definitely ده بيبقى أفضل بكتير إنما أنا شخصيا لا أفضل laparoscopy in unilateral non-complicated non-recurrent groin hernias. ختاماً رابع كاتيجوري في الجروين هيرنيز اللي ليها اتيتيود علاجي معين الكومبليكيتد جروين هيرنيز whether it is irreducible اللي هو ما هوش كومبليكيشن مخيف لان احنا عندنا ناس عندها لونج ستاندينج irreducible جروين هيرنيز والهيرنيا كبيرة جداً و يعني واصلة لأبعاد كبيرة جداً انما ما فيش obstruction ما فيش inflammation عكس كاتيجوري 4 of complication اللي هي الاسترانجوليت هيرنيا اللي needs admission to hospital, pre-operative preparation من suction intravenous fluid therapy. We should not operate upon strangulated hernia بعد دخول المريض المستشفى بنص ساعة. We need suction and intravenous fluid therapy. ياخد hours then we operate لأنه عيان عنده some suction. طيب لو جينا non-complicated inguinal hernia is there a place for conventional repair يعني herniography is there still a place for herniography or not ولا هي اتلغت وكله mesh should we use mesh for all types of adult inguinal hernias or not هنحاول نجاوب على هذا السؤال حالا. في كاتيجوري اخرى لازم نلمسها اسمها when and how can you suspect the bilaterality in inguinal hernia. طيب خلاص تشخص انها bilateral واحنا متاكدين انه هو بايلاترال. Should we operate in the same setting or at different stages and why. الحقيقه اغلب السنترز واغلب الاكسبيرينسد بيبل especially في الافريج بايلاترال هيرنياز they operate upon them in the same session. لانه كل الريبيرز even في اليونيلاترال جروين هيرنياز are tension free. وبالتالي ما دام هنعملها يونيلاترال تنشن فري then you can do bilateral synchronous tension free الا لو a very long standing huge hernia with loss of containment contents كبيره جدا حجما بقى لها سنين طويله سايبه الابدومن
وبايلاترال يبقى لو عملنا ريدكشن للناحيتين وريبير للناحيتين هندخل المريض اون تيبل في اكيوت ابدومينال كومبارتمنتال سيندروم then you have to stage your repair. وايفن في ال very long standing huge inguinal hernias انا in my career شفت ناس كبار في السن الانجوانال هيرميا واصله للميد ساي وبقالها سنين وريديوسبل محتاجه اللوس اوف سبيس ده محتاج تعقل قد يحتاج قبل ريبير even in certain centers of pneumoperitoneum لتوسيع الكاباسيتي اوف ذا ابدومين قبل ما نفضي pneumoperitoneum اثناء العمليه وندخل اللونجز الستاندينج كونتنتس اللي هي هجر الابدومين بقالها سنين. طيب تعالوا نتكلم لمسات ولو انه انا معانا يعني واحد من كبار جراحين الاطفال الاستاذ دكتور رفيبي انا ما انصحش اتكلم في الجراين هيرنيز ان شايلد ان هيز بريزنس بس انا شخصيا اذكر ان انا من سنين طويله عملنا ورك شوب اباوت هيرنيز وفوجيت سامحوني يعني ان في سترينج كونسبتس عند قله من الناس البعاد عن الكونتينوس ميديكال اديوكيشن بيتعاملوا مع الجرون هيرني اند تشايلد بطريقه انا خضتني الكلام ده كان من حاجه 20 سنه فانا متاكد ان الحضور مهم يعني مهمش اللي انا اقوله ده بس انا مضطر اقوله طبعا ما فيش حاجه اسمها مش في جراين هيرنيا ريبير ان تشايلد ات اول ايا كانت الدوافع no meshes in such age at all. طيب من ساعة ما الطفل اتولد لو انت مضطر تعمل له عملية خوفا ان هو يجيت سترنجليتد shortly after birth لغاية سن سنتين نحن نعلم انه in male children ان الانترنال رينج قصاد الاكسترنال رينج مباشرة وبالتالي ما فيش real inguinal canal وبالتالي انت ما عندكش inguinal canal تفتحها you proceed to herniotomy بدون فتح inguinal canal. طيب من سن 2 ل 12 سنه ستيل ات از هيرنيوتومي وهو الاسم مسنومر لان احنا اوتومي في الجراحه يعني وي انسايز انما ات شود هاف بين نيمد هيرنيكتومي ان احنا نشيل الساك من سن سنتين لسن 12 سنه يكتفى بهيرنيكتومي او اللي هي اتسمت خلاص هيرنيوتومي بقى لنا 100 سنه الون بدون تفكير ان سترينثنينج ذا بوستيريور وول او هيرنيوغرافي من 12 ل 18 سنه حسب البوستيريور وول شكله ايه يو ماي اد ان اليمنت اوف هيرنيوغرافي سبيشالي ذا فاشيا ترانسفيرساليس اف يو فيل ان في سام اليمنت اوف ويكنس ان ذا بوستيريور وول عندنا كاتيجوري اخرى لازم تبقى على بالنا لانها ممكن تبقى موجوده وهي مش على بالنا انه يبقى عندنا اوبليك انجوانال هيرنيا واحنا مش واخدين بالنا انه الديسنت اوف ذا تيستس was not complete. العنوان اللي هو تستكر مال ديسنت اللي افتكر انه الانكمبليت ديسنت بيبقى مصحوب ب 100% of oblique inguinal hernia. لازم ناخد بالنا واحنا بنفحص especially في الشايلدهود الoblique inguinal hernia is the testis well descended to the bottom of the scrotum or not لانه لو كان كده then you have to deal with orchiopexy. طيب عشان يعني نهزر كده او نفوق شويه هو في رول التراس نو ات اول تراس غير مفيد ات اول تقول لي طب لو راجل قرر انه ما يعملش عمليه راجل elderly او عنده recent infarction او مش هنعمل له عمليه لاسباب اجتماعيه اسباب طبيه برضه ما نحطش تراس نسيب الهرنيا وذات تراس ووجود تراس لا يقلل ولا يمنع حدوث الريديوسابيليتي والاسترنجوليشن on the contrary وجود الاسترس التراس بيجيب انكونفينينس وبيزود الشانسز اوف اديشنز اند ريديوسابيليتي. طيب لو عدينا بقى الكلام الظريف ده الى هنستخدم مش هي المش لازم تبقى زي ما كانوا بيعلموها لنا من 40 سنة أنها لازم تبقى زي الطبلة؟ لا طبعاً at all it has to be مش متعرجة عالي واطي تبقى flat وما هياش
under tension at all. في concept we need to share it together. إن المش ليست بديل للأبدونال وول at all. At all. وما هي إيه؟ هي القالب أو السقالة أو الفريم الخشب زي الناس اللي بتصب سقف في عمارة أو أعمدة خرسانية في عمارة، بتجيب قالب خشب تحط جواه سيخ الحديد وتصب الأسمنت، وبعدين أما الأسمنت ينشف في السقف أو في العمود الخرساني بعد أيام بيفكوا الفريم ورك ده البرواز، بيبقى الأسمنت أو الأرضية أو السقف نشف. المش دورها الرئيسي إنها سكافولد، يعني السقالة اللي بتكريت strong fibrous wall قدامها deep to it and superficial to it. It is never a permanent replacement لا للمصر ولا للفاشل وول. والحقيقة كثير من المرضى اللي اتعملهم مش هيرنيوبلاستي especially inventorial hernias واتفتحوا لأسباب تانية، اكتشفنا من المش ما هياش dynamic، ما هياش alive. It is a dead inert piece fixed للأنسجة اللي حواليها، انه على مدى شهور وسنين ممكن ايدج من الايدجز اللي اتثبتت في الفاشيا والمصل ان هي تكون فكت. مش مهم تفك، بس يبقى بعد 6 شهور، بحيث ان البروتوكولاجين والتروبوكولاجين يكون نضج وبقى a very strong fibrous wall deep للمش and superficial للمش. طيب المشز انواع كتيره جدا، والشركات بتطاردنا عشان تبيع وتسوق. عندنا المشز العادية اللي هي one layer، وعندنا الهيفي مشز اللي كنا فاكرين زمان special inventory hernia. كل ما المش بقت تقيلة نبقى مطمئنين أكتر، لأن كان عندنا مفهوم إن المش هي بديل للأبدونال وول. It is not. هي مجرد قالب بينكرج ويريتيت الأدجيسنت stem cells إنها والفايبروبلاست نتيجة lay down collagen، وبندعو الله انه الكولاجين ده الكروس لينكس اللي بينه السبع حزم دول ان هما يبقوا تايت، بحيث ان بعد 6 شهور سنه ايف لو المش التثبيت بتاعها بقى مش مهم، يبقى الفايبرس تيشو اللي كان وراها قدامها يبقى فيري تايت ويبقى جود ريبليسمنت. طيب نحط طبقتين مش ولا طبقه واحده؟ هو اذا امكن طبقة واحدة تفي بالغرض. طيب التيلور داون مش ولا اللي هي جاية جاهزة وليها عنق ومشروم دور نوت؟ The simplest you choose the better you reach that. Then جبنا سيرة المش especially in males in adults and elderly، احنا بنحط المش على procedure rule and we lateralize the cord بان احنا بنتايتن ال internaling medially بحيث الكورد يبقى الانترنالينج يبقى lateralized، وبعدين بنقص المش عشان نكريت فتحة يطلع منها الكورد والباز، وبنلف بقية المش حواليها. عايزين نعمل ده بحرص شديد جدا 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 عشان ان احنا ما نضايقش blood supply the testis and the epididymis and the vas. اللهم دول ليهم blood supply، التستس كلنا عارفين ليها blood supply، ان even الباز ده مش ماسورة رصاص او ماسورة بلاستيك، ده جواه سيليتد ابيثيليوم بيقوم باكتف رول جدا في نقل السبيرمز، وده محتاج بلاد سبلاي، محتاج يبقى عايش. وبالتالي احنا لو عملنا مش unnecessary في حالات مش محتاجه مش we may encourage fibrosis around the vas، وده ممكن يديتيريت الفيرتيليتي later on، خاصه لو العمليه كانت bilateral. وما دام جبت سيره البايلاتر سبيشالي ان ادلت ميلز، خلينا من فضلكم ننصح بعض انه لو عيان جاي عامل هيرنيا ريبير على ناحيه والدنيا ظريفه جدا اند ديد نوت ريكير، وجاي لك تعمل له الهيرنيا الكونترالاترال ليتر اون، نصيحه فور ميديكال ليجال ريزونز، العيان ده يعمل سيمين اناليسيز، لانه ممكن يبقى بالصدفه ازوسبيرميك وانت تلام بعد عمليتك الكونترالاترال انك انت سبب الازوسبيرميا لانك قطعت له او قفلت له الكونترالاتر فاز. لو هتشتغل بايلاتر هيرنيا ان ادلتس وهتعمل كونترالاتر هيرنيا معمول له ريبير في الناحيه الثانيه من سنين ان ميلز، رجاء اي مين ادلت اند الدرلي ميلز، مش هنجيب اطفال بقى، نعمل لهم سيمين اناليسيس عشان بس ايه يعني نبقى متفاهمين. انما لو الدرلي، حتى لو الدرلي
elderly. الراجل ده ممكن ما يكونش انجب من زوجته even at that age, او ما يكونش جاوز even في young age. You need to know قبل ما تلمسه is he azoospermic or not. خلينا نفتكر انه حططان الشبكة وتضييق الانترنال رينج لازم يتعمل very 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 carefully وبمقاسات معينة, لانه you may induce not necessarily testicular atrophy, ولو ان احنا شفنا testicular atrophy after aggressive repairs ناس ديات او الانترنال رينج بحيث ان هي قضت على الفينوس ارتير وعن بلس بلاي اوف ذا تيستس. انما المور كومن اللي بننسى انه sometimes العنف وحططان ماشز unnecessarily بيهرت البلس بلاي اوف ذا فاز ويجيب فازل فايبروزس. It is related more to mesh encircling the vase and the cord, and we should avoid this. طيب, في كاتيجوري تانية نفكر بعض بيها, الانجوينال هيرنياز أو الجروين هيرنياز, I mean الانجوينال, not the femoral. الانجوينال هيرنياز in females, لأنه الفيمورال هيرنياز in females زيها زي الميلز, it needs accurate repair and it may need a mesh plug. إنما الأوبليك انجوانا هيرنيا ان فيميلز نفتكر هل هي نفس البوليسي ان ميلز اور نوت؟ لا, ده هو ربنا عفى عنها الست انه الكنال جواها الراوند ليجمنت اونلي, مش جواها الفاز زي الرجاله, ولا الفينز اللي ممكن تزعل بالتايتنس, ولا التستيكولار ارتري اللي ممكن يزعل بالانتر تستيكولار اتروفي. الراوند ليجمنت مش مهم, وبالتالي انت ممكن تستعيد especially في وجود good musculature young females انك انت to obliterate the inguinal canal totally, وبالتالي there is no need of herniography or even meshes في اغلب ال oblique inguinal hernias in females. حاجة اتفتحت علينا من 15 سنة, ناس جريئة كده بدأت تقول لك طيب ما هو مدام هعمل herniography plus minus شبكة أو هيرنيوبلاستي, وأنا لازم أعود أدسكت الساك وأشيلها ولا invaginated into the peritoneum وأضيق الدنيا عليها. الحقيقة الميجا سنترز قالت ما فيش فرق, إنما بمنتهى التواضع والغلب اللي في الدنيا صفت عبد القادر بيعمل إيه, أنا بفضل في الأوبليك هيرنيا إن أنا excise the sac وأوصل للproper interning. وعندي يعني احساس كده تراكم على مدى 40 سنه شغل انه في الاوبليك انجوانا هيرنيا وشيل الساك بيسر تايتنينج ذا انترنال رينج ويقلل حدوث الريكرنس. انما ديفينتلي ان دايركت هيرنياز ذير از نو رول ات اول اوف ريموفينج ذا ساك ات اول, يو بوش ات باك اند يو دو يور هيرنيوغرافي and hernioplasty after that. So you can invaginate the sac in oblique and or direct hernia. You should excise the sac in femoral hernias in males or females. صفوت عبد القادر بيفضل وانا مانيش ميجا سنتر انه في الاوبليك هرنيا excise the sac, وفي الدايركت هرنيا and I don't even spend a minute ولا مجهود عشان ادور على الساك واكسايز ات, اي انفاجينيتد اند دو ماي ريبير ان فرونت اوف ات. في موضه كبيره طلعت من اكثر من 30 سنه الداي سيرجري, ونعمل هيرنياز بلوكال انستيزيا افضل وارخص والعين يروح في نفس الوقت. الحقيقه البندول ده انحصر, يعني الموضه دي انحصرت لعده اسباب, انه ممكن جدا يعني بقى متاح جدا في ايدين جود انستيست انه يبوت ذا بيشنت تو ريجنال اور جنرال انستيزيا كويت سيفلي, وده يبقى داي سيرجري وان المريض يروح بعد البروسيدر بساعتين ثلاثه بدون ما يبات لاختصار التكلفه واختصار فاتوره المستشفى اللي هو الهاجس الرئيسي في الغرب, ومفروض يبقى الهاجس الرئيسي برضو بتاعنا هنا في مصر ازاي نقلل تكلفه فاتورة المستشفى سواء المريض sponsored or not. ما عادش ضروري نعمل local anesthesia, ما عادش في مرضى الجنرال anesthesia in good hands of a good anesthetist is a must. لا, الجنرال anesthesia and the regional anesthesia بقت equally safe وبتفاسيليتيت ده
هيرنيا سيرجري ايفن اون داي سيرجري بيزس بدون من بيت المريض ولا نطوله. نرجع للاسئله البيزك. الكونجنتال انجوينر هيرنياز، لما اقول congenital inguinal hernias يعني السبب الرئيسي is a preformed sac. When we say congenital I don't mean انه انا بنتكلم على طفل لسه مولود، لا. في congenital hernias should we stop to do herniotomy only؟ احنا قلنا غالبا لغايه سن 12 سنه، ممكن 12 سنه مش مقدسه قوي، لغايه even 14 15 16 سنه اذا انت ارتئيت البوستيرور رول از فيري فيري سترونج، هيرنياكتومي او المشهوره باسم هيرنيوتومي كود بي انف. اللابروسكوبيك هيرنيا ريبير اف يو ار اكسبرت، انا شخصيا بفضل ما بعملهمش في اليونيلاترال جراين هيرنياز، لانه اذا عملنا تو بورتس زائد الكاميرا بورت اوريدي لما تجمعهم على بعض ايكوالز ا ويل بلاند incision for open groin hernia repair well centered على ال internal ring. أنا عادة في ال inguinal hernias أنا بخلي ال incision horizontal، ما هوش oblique طويل، وبحاول أخليه as near as possible to the internal ring اللي أنت بتحسها weak and defective تحت إيدك. إنما لو bilateral groin hernia أو recurrent hernia أو هيرنيا with varicocele then laparoscopy will be an advantage. If we move on من الجراين هيرنياز، الدايركت انجوينر والاندايركت انجوينر والبنتالون والريكارنت والفيمورال، we go into a different entity اللي هي بقى ترم خلاص متداول اسمه ventral hernia. Do all types need mesh in ventral hernias؟ الحقيقة without the mesh، يعني احنا قعدنا سنين في السبعينات والثمانينات بنعمل كيل وكاتيل ريبيرز ونتفنن في استخدامها. الحقيقه if you don't use a mesh in ventral hernia even if the ventral hernia is just an umbilical or epigastric hernia you will face a 20% recurrence. What's the significant difference and what is the optimal method of mesh placement؟ كتير مننا الحقيقه بيستسهل ان هو يخش بعد السكين انسيجن، كتير مننا بيعمل ريبير للديفكت then he puts a mesh subcutaneous. احنا عندنا بقى العكس السبكوتينيوس الانترابريتونيالي اللي هو كان اول اسلوب لحضرتك مش لابروسكوبيكالي. قبل ما سكيب ذس ارجوكو بنسبه 99.9% ابذل كل جهودك لو انت ايفن شغال فنترال هيرنيا لابروسكوبيك انك ما تسيبش مش متثبته بتاكرز ان كونتاكت ويز سمول انتستين او كولون ات اول. انا شفت انسان ابستراكشن، انا شفت بريتونيتس من adhesions في ناس عندها tendency for adhesions. أرجوكوا بكل الطرق اللي في الدنيا حاول إنك تسلفج peritoneum يبقى فاصل ما بين الشبكة اللي هي foreign body ما بين ال small intestine and the colon and the intraperitoneal content. يبقى ده هيتبقى لنا بقى حاجتين تانيين، يبقى بلاش والنبي ال intraperitoneal mesh as much as you can. يعني even لو أنت هتدخل المش ملفوفة زي السيجار in laparoscopy through the port create a space incise من جوه، create a space superficial to the peritoneum، ثبت المش بتاكرز then suture the peritoneum deep to the mesh عشان يبقى المش بعيد عن naked intestine. يبقى انا بعد كده two levels to leave a mesh in ventral hernia، يا subcutaneous اللي بيدلعوها يسموها only اللي اغلبنا بيحطها من باب السمبلستي والسهوله، او الريترو ماسكولر الريترو ريكتال اللي اسمها في شهاده الميلاد بروبريتونيال مش انسيرشن. ديفينتلي افضلهم جدا از ذا بروبريتونيال اللي هو ريترو ريكتال انسيرشن اوف ذا مش، انما هي محتاجه ليرنينج كيرف ومحتاجه ديسكشن عشان تكريت مانيوم او بيد تحط فيه هذه المش، وده بيحتاج اكسبيرينس. سام تايمز ده بيبقى بلادي ديسكشن
وبيبقى دمه تقيل، بنستخدمه اكتر في ال very complicated ventral hernias. طب الأونلية عيبها ايه؟ ما هي ظريفة، وبعد ما بنعمل ريبير نحط الشبكة تحت الجلد وخلصنا ونحط الدرين. العفريت بتاعنا في الventral hernias في وجود mesh is the seroma and the integration of the mesh. Definitely وجود المش تحت الجلد مصحوب definitely بسيروما formation أكتر. طب وهي الريترو ماسكولر أو البروبريتونيال مش ما بتعمل سيروما؟ بتعمل فندم، إنما بتبقى easily absorbable at the deep levels، ما بتحسهاش أنت أبدا، والintegration بيبقى أسهل. ليه؟ لأنه post-operatively لما الريكتس والمسلز تكونتراكت it pushes the mesh back، وبالتالي بتساهم في الintegration of the mesh. إنما السبكوتينيوس مش أو الأونلي مش بتبقى superficial للمسل، مع الكف مع المشي مع الستريننج الكونتراكشن of the abdominal muscles بي push the mesh outside ويساعد انها تبقى expelled او it does not settle. Anyway لو هي straightforward case you can use an only mesh، ربنا يسهل. بس غيب ال ready back من فضلك اسبوع، ما تستعجلش في شيل المش، لانه في شيل ال ready back ال suction drain، لان وجود سيروما في وجود فورم برضه اسمه مش دعوه لفيلير اوف انتجريشن. الحالات الفيري كومبليكيتد تراي تو ليرن من الناس اللي متقنه الريتوريكتال او البروبريتونيال مش انسرشن، وده هيفيدك في الحالات الكومبليكيتد. بليز افويد دايركت كونتاكت تاني ما بين المش اند ذا نيكد انتستين. بليز تراي تو كيب بريتونيوم ان بتوين in open surgery or laparoscopic surgery ما بين the loops of intestine and the mesh. طيب خلينا بقى نفوكس more on ventral hernias. Ventral hernias يعني من the ventrum of the abdomen. احصائيات الستيتس من سنين بتقول ان في 2 مليون laparotomies performed in the states سنويا. جزء من the ventral hernias is incisional. من 2-3% من الانسيجنز دول they will herniate، وبالتالي ال 2 مليون دول بيبروديوس حوالي 100,000 ventral hernia سنويا في الستيتس. الريكرنس ريت الريبورت كان من 10-50%، طبعا بيقل اكتر if you use a mesh. Ventral hernias are known anywhere in front of the abdomen من الضلوع لتحت. من اضعف الاماكن is the midline، انما هي ممكن تبقى spigelian hernia at the lateral edge of the rectus. It's typically result from a tear or division in the muscle or fascia، يعني weakness لا علاقة له بعملية جراحية او related لعملية جراحية. ايه تاني في الventral hernias؟ divergation of recti is a ventral hernia. Can we go back? Epigastric hernia, umbilical, para-umbilical, any hernias related to the umbilicus. وطبعا the commonest is the incisional hernias ايا كان previous surgery gynecological obstetric or anything else. هل ممكن ventral hernias تبقى congenital؟ yes، انما the more common is acquired. في اسئله غريبه هطرحها دلوقتي. ازاي نشخص incisional hernia؟ والله اغلب عينينا زي الصوره اللي فاتت بيبقى long standing huge hernia، مش عايزه شطاره في التشخيص. Visible bulge ممكن يبقى cosmetically and upsetting. Divergation of recti بيبقى جماليا عامل زي الهرم، مش مدي الفلات ابدومين اللي الرجاله بتبقى فخوره بيه جدا او الستات، انما العنق بيبقى واسع جدا. Is not liable to لا obstruction ولا irreducibility ولا strangulation. انما sometimes ventral hernias في especially in the phase of development وهي لسه بتشق طريقها through the abdominal wall بيبقى ما فيش swelling، وممكن يبقى فيه hernia well established، انما ال severe obesity بتخبي الريال ساك
وسط جبال وتلال الفات. الشخص زي اللي عامل بيبقى بين increase the lifting, straining and cuffing وما يبقاش في visible swelling. Sometimes بيجي بincarceration يعني بان حتة tender كده with tenderness near the hernia site or bowel obstruction. طب نشخصها ازاي؟ هنشخصها clinically يا بلج يا تندر سبوت يا ديفكت. الا بقى لو لاجل بختك ان الهرنيا از كرونيكالي ريديوسبل ومش باين لها ديفكت. الكلام ده بيبقى مور بروبلماتيك ان اوبيز بيشنتس. طيب لو عندنا سيمتومز بس ما فيش فيزيبل سويلنج، راجل تخين جدا، في انفستيجيشنز نعملها؟ احنا مش هنعمل انفستيجيشنز ات اول لو انت كلينيكال مشخص وجود هرنيا. لو ديفكت محسوس او الساك واضحه مش هنعمل انفستيجيشنز رجاء، الا لو احنا عايزين نعمل انفستيجيشنز تو اكسكلود ا ديب سيتد كوينسيدنتال بروبلم زي جول ستونز بس. لو يعني ست عندها انسيجن فنترال هيرنيا او عندها فنترال هيرنيا وهتخش تعملها حضرتك، يفضل عشان الستات فوق ال 40 20% منهم بيبقى عنده جول ستونز، يفضل لك شوفي عندها جول ستونز اور نوت عشان ممكن تعمل لها ات ذا سيم سيشن نوع من انواع الكولستكتومي لابروسكوبيك اور نوت. انما غير كده لو الهرنيا ويل دايجنوزد كلينيكالي سبيشالي ان ميلز وي دونت انفستيجيت. انما لو الساك والسويرنج مش واضح، انما في تندر سبوت شاكي انت ان في هرنيا بس مش واضحه خاصه ان اوبيز ميلز، يو ماي دو الترا ساوند ويتش كود شو ذا ديفكت، دو ا سي تي، اند سام تايمز ايفن في الحالات الاكستريملي رير اند اكستريملي فيج بتبان only on laparoscopy. احنا قلنا نوع من الventral hernias is the diastasis of the cari اللي هو انه اللينيا قلبة بدل ما تبقى اقوى حتى تبقى واسعة خالص مقلوبة لبرة زي قاع المركب يعني كأنه كيل بس without a ring، عمرها ما تدي less transgression ولا obstruction. The only treatment in ventral hernia is surgical. Unless في comorbidities هتمنع ده. يعني في ناس ال core terminal وال already جايين cyanosed وجايين already in heart failure. None of their priority is انك ترجع contents وتعمل repair الهرنيا، خاصة الفنترال هرنيا اغلبهم بيبقوا ما هماش incarcerated. Who require treatment in ventral hernias? A pain or discomfort? Enlarging hernias. يعني enlarging hernia يقول لك هي بتكبر شهر ورا شهر. لو complicated ب obstruction, nausea, vomiting, abdominal distension, أو strangulated. خلينا فاكرين إن أغلب ال ventral hernias بنشوفها في ال obese human beings. ال chronic increased intra-abdominal pressure, the chronic abdominal compartmental syndrome, the malnourished, especially elderly people, the incision hernias after emergency surgery, اللي تبقى مصحوبة بwound infection, and the human beings اللي عندهم corpulmonal أو chronic obstructive pulmonary disease أو pulmonary complicates. عايزين نراجع بعض في العمليات، مين العملية اللي liable more to develop an incision hernia؟ كلام very basic، خلينا نراجع مع بعض. نوع الانسيجن يفرق؟ yes. كل ما عرفت تستخدم في open surgery transverse incision بنفس الاكسس للإجراء الجراحي اللي هتعمله هيبقى أفضل لعدم حدوث incision hernia عن ال vertical incisions. ال suture materials definitely non-absorbable will serve better بدون هرنيشن، والنانازور ماتيريالز تطورت جدا جدا بحيث ما بقتش نايدس اوف انفكشن. طيب كونتينيوس ولا انتربتد؟ مش فارقه، يعني انت هتقفل الوند بتاعك بكونتينيوس اور انتربتد ما بتفرقش في الهرنيشن طالما انك شغال اكيوريتلي. اقتصاديا كتير عينين بيبقوا demanding، انا مش عايز اقول لفظ يعني شغل سوق، انما ستيل الناس المحترمه جدا بيجي لها مريضات ومرضى، المريض عنده vertebral hernia definitely وهتعمل له mesh hernioplasty. Should we add liposuction
او ديرمال ايبكتومي او استاتيك ادونال بلاستي مع بروسيدير. الكتب بتقول يفضل عمليات التجميل تبقى في سيشن مختلفه عن عمليات الهيرنيا، انما نحن لا نحرمها اتول. بس لو هيتعمل ديرمال ايبكتومي يتعمل فيري فيري ليميتد ديرمال ايبكتومي، لانه اللي بيشوف كتير لايبوسكشن في very aggressive ambitious liposuction بيسيب huge amount of seromas، لو ضفت عليها مش بتبقى هتفيس مشكلة. كذلك الديرمولايبكتومي بيعوز planning شديد جدا، طول و lateral limit of the incision بتاعك even لو هو inverted mustache تحت عند العانة عند الكريز كأنه cesarean section incision بس أطول بكتير، even lateral extension بتاعته could affect the blood supply of the skin flap. فلو انت مش واخد بالك وما انتش experienced قوي، وممكن تنتهي بانه هذا الفلاب اللي هيغطي الشبكة تلاقيه لونه غير غير وغمق بعد العملية بتاعت 4 أيام، وتنتهي بعد أسبوع 10 أيام بcentral minimal أو moderate amount of skin sloughing. يا سعدنا يا هنانا أنا بقى لما يبقى ده تحتي شبكة. فلو هتعمل ديرمولايبكتومي خليك متواضع جدا، لو هتعمل مينيمال لايبوسكشن لو هتعمل لايبوسكشن خليه مينيمال، بلاش نبقى طموحين قوي في كله. يعني نعمل اكستنسيف لايبوسكشن واكستنسيف ديرمولايبكتومي وريبير للابدونال وول وشبكة، يعني الطموح شديد جدا في الاربع اصعدة دي هينتهي غالبا بمشاكل كبيرة. طيب خلاص هنشتغل فينتر هيرنيا، نفتح عليها دايركتلي اور نوت، ده مطلوب الجراح. لو في انسيجن اوبن واضح يوز ات، لو هي فينتر هيرنيا بدون انسيجن واضح المريض والمريضه بيفضل طبعا الهوريزونتال فينيش ستايل انسيجن اللي تحت، بترفع الفلاب بتعقل مع الحفاظ على البرفوريتورز اللاتر برفوريتورز على قد ما تقدر اللي هم بيسبلاي السكن. الامبلايكس بتيجي في النص محتاجه حسابات وتعاملات مش مجالها ان انا اقولها دلوقتي. وذان يو بوت يور مش، كلمه انسيجن السابقه دي كانت الانسيجن اللي هتستخدمه عشان تحط الشبكه. التعامل مع الديفكت اللي علاقه بحسابات معينه تشمل حجم الديفكت، هو سنجل ديفكت ولا مالتيبل. الله، هو البنت هنا ما يمكن يبقى مالتيبل؟ اه والله ممكن يبقى مالتيبل وذر هما انسيجن اور نوت. السايت اوف ذا ديفكت، ده في لاترال سايت ديفكت، والستيت اوف سراوندينج ماسلز. هنعمل هيرنيوغرافي او هنعمل ريبير او كومبوننت سيبريشن للابدومينال وول قبل ما احط المش، انا بفضل كده، انا بفضل يبقى في خطين دفاع، الكومبوننت سيبريشن والهيرنيوغرافي في انفنتر هيرنيوس، ذن إضافة تحط الشبكة. even لو هنحطها retrorectal أو properitoneal yes ندو both. في term اسمه component separation، إن إحنا بنعمل careful dissection وده بيعوز برضو learning curve دقيق عشان ما تنتهيش ب ischemic damaged traumatized layers of the abdominal wall. إحنا بنحاول separate the sac عن the layers of the abdominal wall بحيث إنك في الآخر you may reduce the sac وتبقى وضحت layers of the abdominal wall and you pair them layer by layer. هذا الترم بليرنر كيرف واضح بعملية ليها تفاصيل بنسميها component separation procedure مع الحفاظ على الجلد. تعالوا بقى نزور قصة المش اللي هي احنا بنستخدمها و sometimes we overuse it، ومحتاجين نقول هو مين اول واحد قال يلا بقى نحط شبك هيرنيات. اوشر فرانسيس اوفر سنه 1958. كل الاسئله لازم نسالها لنفسنا، وذر ان جراين او فنتر هيرنيات هنحط شبكه ولا لا، هنحطها ريترو ريكتال ولا اونلي. الايديال ماشي لو بنحلم ديفنت طبعا لازم تبقى نون كارسينوجينيك، الماده بتاعتها تبقى نون الرجيك نون كارسينوجينيك، ات شود بي انرت داز نوت شرينك، to tolerate contamination مش عايز اقول to resist infection خلينا نقول to tolerate contamination، get incorporated وتسمح للانسجه انها grow inside it with minimal inflammatory foreign body reaction.
الكلام ده العادي بنسميه ان هو يبقى inert، وجزء كبير من ده في الاخر بقى بيتلخص في كلمه واحده integratable. يعني ايه integratable؟ يعني في الاخر الجسم يعملها على انها مش موجوده او انها موجوده واخته، بيتعامل معاها ويخترقها وينمو جواها بدون ما يعملها على انها foreign body، وبنحلم من الله انها تبقى رخيصه. انا عايز اقول انه وجود سيروما مش هو اللي بيجيب failure of integration. كتير مننا بعد ما يحط شبكه خاصه لو استعجل في شيل السكشن درين يبتدي العيانه تبقى عامله زي القربه، تعمل قربه سيروما تحت الجلد. كتير مننا بيقول لك ده الشبكه والكوت انفكشن. الحقيقه هو لا الشبكه ولا السيروما، هو العكس صحيح. في شبك معين مع ناس معينه ما بتلقوش بعض، في ناس في بشر they don't integrate with meshes ايا كان نوع المش، الا لو هي ابزوربل. طبعا الابزوربل فيها مشكله انها مش بس very expensive، ان هي ابزوربل يعني هي من 3 اسابيع ل 6 اسابيع هتختفي، والفايبر ستيشن ما بيلحقش يبقى قوي خلال شهر ونص. اذا لقينا سيرومز بتكون كتير، ده مش معناه انك انت اخترت شبكه وحشه، ده بيقول انك انت ولا مريض او المريضه انلاكي، انت وقعت في حد. في خبرتي انا 5% من المرضى اللي بنعمل لهم فنترال هيرنيز او ايفن جروين هيرنيز وين ذي ديفلوب سيرومز، هو النوع ده من البشر مش طايق المش، وبالتالي بينزل ما اسميه وبقوله للمريض عشان يقبله، بقول له دي دموع الشبكه. يقول لي يعني دموع الشبكه؟ اقول له يعني لو قشايه وقعت في عينك، عينيك هتقعد تدمع 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 لغايه حاجه من اثنين، يا الدموع تغسل القشايه والدموع توقف، او في الاخر العوض على الله العين تتقبل القشايه. الشبكه از ان قشايه، ات از ا فورين بودي. النيو تكنولوجي بيسمح ان هي ما تبقاش قشايه قوي، ما تبقاش انرت، وتبقى خامله وتبقى مقبوله. احنا عندنا مواصفات الثيكنس، البرست سترينث، النيتنج مش ديزاين، البايو كومباتيبيليتي، الفلكسيبيليتي، الميموري، الترانسبيرنسي، كل ده ظريف، انما في الاخر بيصب في مناطق معينه بدون ما نحفظ اسماء، هي ابزوربل اور نوت ابزوربل. وعندنا بقى الاختراع الظريف جدا اللي هنجيب سيرته حالا، الدبل فيس. سام تايمز انت لاسباب موضعيه في الجراحه بتبقى عايز شبكه ناحيه منهم نون ابزوربل والناحيه الثانيه ابزوربل، تفي بالغرض وفي الاخر يتم امتصاصها. عندنا اختراع ثاني، لو عيان الابدون كله سلافد وفي انتستين نيكد والله ما يوريكم، وفي فيكال فيستولي من انتستينال تروما والسكين سلافد اكستنسيفلي، حالات نادره بتبقى ريفيرد ليا يمكن حاله كل سنه وما تحبش تشوفها. في دول بقى انت يا اما تستخدم البيولوجيكال مش او الابزوربابل مش. الابزوربابل مش دول سينثيتك، البيولوجيكال مش ده دول كولاجين، يا متاخد من بيج خنازير يعني، يا اما ايفن اوف هيومن اوريجين. احنا البرنسبلز اوف مش قلناها، البروبرتيز هنلمسنا عليها، في كونترا انديكيشنز هنقولهم. الانديكيشنز مش ريبير، بلانكت يعني مفرش او بطانيه مغطيه الدنيا كلها، بليز بوت ماشز ان فنترال هيرنز، ماشز ان جراين هيرنيز whenever يو فيل انك ضروري تعمل كده والهيرنيوغرافي مش كفايه. وير تو بليس، هاو تو انسرت اند هاو تو فيكس اند هاو سيف از ات، واني شبكه نحطها في انهي هيرنيا، كل دي اسئله ليها علاقه بالمش. واحد كان بيحلم من كبار جراحين العالم، بيلروث اللي فيه جاستريكتومز باسمه، تيودور بيلروث سنه 1857 يعني من 170 سنه، كان بيحلم بيقول لك if we could artificially produce tissues of the density and toughness of fascia the secret of radical cure of hernia would be discovered. ولغايه يومنا هذا ما وصلناش ل 100% من احلامه. لما نيجي نوصف مش في تفاصيل تخص السترينث، الاستابيليتي، الديورابيليتي،
بتكريت سكار شكله ايه، الستيفنس، البيرس لودز. البيرس لود يعني لو واحد تخين جدا ووزنه تقيل هتطرقع وتبوظ منك امتى. المارلكس غاليه جدا ما بنستخدمهاش، النيتف فاشيه مش مهمه قوي، انما يرجعنا للالترا برو اند ذا هيفي ميشز. لو بصينا للبيرس لود اللي فات ده هنلاقي ان الالترا برو اللي الشبك الخفيف جدا اللي خرومه واسع جدا بيدي نفس القوه والمينيمال ريكيرنس ريت عن الهيفي برولين ميشز بتاع زمان. في كتير مننا بيتهيالوا ان كل ما الشبكه كانت تقيله جدا كل ما الريكيرنس ريت قل وبقت زي الطبله. نو نوت اتول، كل ما الشبكه بقت اوف جود كواليتي وخفيفه زي الالترا برو وبدائلها كل ما الانتجريشن اتحسن والبايو افيلابيلتي اتحسنت والنتائج بقت احسن. يعني الشبكه الخفيفه اجمل ديفينتلي، اللو ويت المش احسن من الهاي الهيفي ويت اللي هو العنصر قبل اخير بنقول اتش دبليو ام اللي هي هيفي ويت مش فيرسس ال دبليو ام لو ويت مش. ديفينتلي اذا الاثنين كانوا متاحين ليك ارجوك روح لللو ويت ايا كان تخانه او الهيفي ويت اوف ذا بيشنت او حجم الديفكت او حجم الشبكه. افتكر انك بتحط شبكه عايز النجيله والزرع يزرع جواها اللي هو الفايبروبلاست والستيم سيلز عشان تعمل فايبرس تيشو جديد. الشبكه الخفيفه هي عمرها ما بتبقى بديل للابدومن، هي بتانفايت فايبرس تيشو بتدينا الاوتكم اللي احنا عايزينه. دي البرولين مش التقيلة الرخيصة اللي استخدمناها سنين طويلة جدا. Then we have دي اللي هي أحد أمهات الهيفي ويت مش، البرولين مش التقليدية. Then we have the low molecular weight meshes زي الألتر برو وبدائلها زي اللي انتم شايفينها في السلايد اللي قدامنا. في نوع آخر بيبقى فيه absorber component يعني وش absorber والناحية الثانية non-absorbable زي البروسيد مش. انا اسف ان انا بستخدم تريد نيم بس عشان الناس ايفن وهي بتشتغل تبقى عارفه بتطلب ايه. البروسيد مش اللي هي دبل فيس بنستخدمها لما نبقى مفلسين من البريتونيوم وعندنا شك ان ممكن الشبكه تلمس على الانتستين، يبقى تحط التوتالي ابزوربابل سايد ديبلي والنون ابزوربابل سايد سوبرفيشالي. عندنا شبك مور اكسبنسيف بنستخدمه لابروسكوبيك سبيشالي ان هايتس هيرنيا ريبير الفيزيو مش، لان هي ليها سيرفيس تنشن رائع لما بتدخلها وتلزقها في الديافرام بتلزق بسهوله وبيبقى سهل جدا تثبيتها بتاكرز. بنستخدم الفيزيو مش مور ان هايتس هيرنيا ريبير سبيشالي الرير هايتس هيرنياز الفريمن والبوكدالك الى اخره، انما تيز ا فيري اكسبنسيف مش مش ضروري نستخدمها ات اول في الاماكن التقليديه الاخرى. البيولوجيكال مش زي ما احنا شايفين الكوريثيوم 1 و 2 الادرم، الادرم ده جاي من 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 هيومنز او السيرجي سيز اللي هو ارخص اللي هو من البوك. في كونتر انديكيشن اوف انسرتنج مش طبعا اوفرت انفكشن، وارجوكم ما اسمعش في حياتي ان في عيل اتحط له شبكه رجاء. الانديكيشنز قلناها اماكنها قلناها السبكتينيوس الاونلاي الانلاي السبلاي الاندرلاي اند الانتربريتونيل اللي ارجوكم ما تحطوهاش ابدا. هاو تو انسيرت ات يا بستيتشنج يا اما بتاكرز. هاو تو فيكس ات ده الكونفشنال التاكرز اهم، والتاكرز فيه في الاوبن سيرجري وفي اللابروسكوبيك وفي ايه كمان ده في ايفن باللزق زي الجلو. وفي ابحاث وناس بتترقى بنشوف ان هم مقدمين على ايفن بعد ما يثبت المش بتاكرز او بستيتشز هو لو حط جلو يبقى افضل. هو خلينا نتفق ان ايفن السيرجيكال جلو ليس بديل لتثبيت المش. انا اخاف احط مش واثبتها بجلو فقط، انما اثبت المش بتاكرز او بالاوتاد يعني او بستيتشز، وممكن استخدم ستيبلز وممكن استخدم بعد كده جلو عشان لو في تمويجه بسيطه او ديد سبيس ما بين المش والديبر تيشوز ما تجمعش سيروم. احنا بنثبت المش يا بسوتشز يا بستيبلز
تاك او تاكرز او انكرز او ختام الجلو، ما نستخدمش جلو الون. هل الشبكه سيف؟ ان شاء الله سيف. اتس مين كومبليكيشن از فيلير اوف انتجريشن، اللي بيبقى انتجريت بيبقى انتربريتد بسيروما ان سيروما ان سيروما، وتقعد شفط في السيروما. والله ما يوريكو افري ناو اند ذن ممكن يجيني عيان انا عامله وجزء من الشبكه فيل تو انتجريت، ومش هيبطل غير لما نخش نشيل الجزء النون انتجريتد. طبعا بنمطوح في الموضوع ده لغايه ما الجسم يعمل فايبرس تيشو كافي، لانك لو دخلت شلت الشبكه ايرلي انت بتسلم المريض ريكارنس اوف هيرنيا اون تيبل. يعني بنأجل التعامل مع البارشال فيلير اوف انتجريشن للشبكه بوست اوبريتيفلي شهور على قد ما تقدر، الا لو في فولمنت انفكشن لا اراكم الله مكروها. البيولوجيكال ميشز في الانفكشن رير. خلينا نفتكر ان السيروما ليست سبب للانتجريشن للفيلير انتجريشن، العكس الفيلير انتجريشن هو ده اللي بيجيب سيروما. طب ما نحط شبكه ونطلع نجري؟ لا، الشبكه مهما كانت اكسبنسيف وظريفه اتس نوت ذا اونلي انسر فور هيرنياز، لا الفنترال ولا غير الهيرنياز. لازم نتعامل مع كل المسل وول والفاشيا بعقل. حجم الشبكه، اولا الشبكه زي ما احنا زي ما انتم شايفين كده، زي لازم يبقى التوب النموذج اللي فوق خالص اللي هي فلات زي السجاده المرتاحه، لا هي طبله ولا هي موجه واسعه قوي عالي واطي. هناك ريشيوز انترناشونال، لو الديفكت حجمه 4 بوصه هنحط شبكه حجمها قد ايه. عاده بنعوز 25% تو 30% يمين وشمال وفوق وتحت اوسع من الديفكت عشان تبقى في المضمون. وي دونت اونلي باتش ذا ديفكت، احنا ولازم نحط الشبكه اوسع من الديفكت عشان نبقى كومفورتبل. دي صور اللابروسكوبي، هاو تو انسرت مش اللابروسكوبي، دول اللابروسكوبيك بورتس ان فنترال هيرنياز. الفنترال هيرنيا ديفكت من الكاميرا موريه من جوه. دي الشبكه بعد ما حطيناها وغطيناها بالبريتونيوم، ودول التاكرز الاوتاد اللي اتحطت. اذا انت اتقنت في اللابروسكوبي انتركوبوريو ستيتشنج ده مهم. احنا قلنا ان اللابروسكوبي سبيشالي ان فنترال هيرنياز ليه مزايا ديفرنت للسبين، بتدي جود فيو، انما ستيل فيها مشاكل انه سام تايمز البلج بيفضل موجود مع ان الهيرنيا عولجت. في سيروما ريت، بس لو انت حطيتها ديب تو ذا ماسل السيروما ما بتحسهاش، الجسم بيمتصها. في الايتوجينيك انجري اوف باول وارد ولو 1 في 1000. انا بفكركم قبل ما اختم انه one of the entities of ventral hernia is the umbilical hernias. طبعا عندنا البلاوي الكبيره اللي هي الاكزام فلوس ميجور ماينور، مش هنتكلم فيها خالص، دي عايزه فيري سينيور بيدياتريك سيرجن هو اللي يتكلم فيها. انما الامبليكال هيرنياس البارا امبليكال والهيرنياس ريليتد الامبليكس ستيل ويل نيد اماش، وزيها زي بقيه انواع الماشز. اللي بيجاسك هيرنيا نفكر بعض، ستيل اتس فنترال هيرنيا ممكن تبقى صغيره وكبيره، انما الكونتنس از اكسبتينال فات وتتعامل معامله الفنترال هيرنيا. فقلنا قبل كده should we accept some liposuction some dermolipectomy في حدود قليله جدا. الريكارنس ريت بنقول في الفنترال هيرنياز 20% لو ما حطيناش مش، اقل من كده بكتير لو حطينا مش. في الجراين هيرنياز الريكارنس ريت المقبول بيدور من 0.5% ل 2%. الحقيقه انا بحب كفر الشيخ جدا جدا جدا، وبحب كل حته في مصر، والحقيقه بحب دمياط جدا، وده اللسان بتاع دمياط اللي هو ما نوقف عليه، بنشوف النهر المياه الحلوة وهي بتصب في المياه المالحة ولا يطغيان على بعض زي ما ربنا قال لنا. أنا متشكر على هذا المجهود ومتشكر على حسن الاستماع، ولو في أي أسئلة أنا تحت الأمر. متشكرين لحضرتك جدا دكتور صفوت، محاضرة ممتعة ممتعة، ربنا يبارك سعادتك. وعلى بال ما إن شاء الله يبتدي الأسئلة تتجمع، كان في شوية نصحات نبهت لنا عليها،
يعني بداية بالـ age of hernioplasty هيكون فوق 18 سنة، الـ herniotomy يعني 12 سنة. حضرتك واكلنا على فيزل فايبروزس وازاي يبقى to be in mind. حضرتك ان احنا نبهتنا على only approach should be limited as much as possible. معايا دكتور صفر؟ معاك يا فندم. حضرتك برضه نوهتنا على الكومن مال براكس انه هنا ربير مع الابدونوبلاستي. فحضرتك لو ابتدينا الاسئله على بال ما الزملاء الافاضل يكتبوا، يعني حضرتك في الانسجنال هيرنيا وخاصه في بوسيبيلتيز ان يبقى في اذر ديفكس غير اللي احنا شايفينها، هل حضرتك بتفضل ان احنا نفتح الانسجن كله السكار كله، ولا ان انا نكتفي على الحته اللي فيها الديفكت بتاع، وخاصه لو السكار كبير؟ يعني هو اذا كنا بنكلم سينيور سيرجنز، هو لما بنتعامل مع فينتر هيرنيا بيبقى عندنا المشاغل التاليه. الاولانيه في ديبر بروبلم اور نوت، زي ما قلت في جول ستونز اور نوت، لان بعد الريبير اللي بتعمله بتبقى مش عايز حد يفتح بطن الست دي تاني ات اول. انسيجن هنا افتر كانسر سيرجري، لازم قبل ما تلمس العيانه او العيان بعد مالجنت اوفري اتشال او خد كيموثيرابي انك انت تعمل سي تي تتاكد ان مفيش ريكارنس. يعني لازم قبل ما نخش، بدل ما نبقى عمي ومركزين بس ان احنا نريبير الهرنيا، لازم نتاكد ان الاسباب الديبلي سيتد ديد نوت ريكير، او ان الست دي غالبا ان شاء الله في المنظور القريب مش هتحتاج تتفتح. نمره اثنين، احنا عايزين نبلان الاعداد واحجام الديفكتس، ضعف وقوه الابدومينال وول، الريدندنسي اوف ذا سكين، واذا كنا بنكلم ناس ميد سينيور الستنا الامبلاكس. ستنا الامبلايكس احد المشاكل. لو بنتكلم على امبيشس بلان، ان امكن انك انت تستخدم الانفيرتد موستاش اللي عامل زي الشنب المقلوب، اللي هو زي الفينش ستايل بس اطول من تحت، وده بيديك وترفع الفلاب لفوق، ده بيديك اكسلنت اكسس للمالتيبل ديفكتس اند ذا بيج ديفكتس. بس بحذر نفسي وبنقل ده لاخواتي انه اللاترال اكستنت بتاع الفرش تايل انسيجن بتاعك ده لو اتعمل بغشوميه بيدي اسكيميا اوف ذا ماسل فلاب. ولو انت قلقت في نهايه العمليه على السكين فلاب بلاد سبلاي، من فضلك تريم ذا ايدجز، وبدل ما تصر على قفله انه يبقى كريسنتك انسيجن، اقفله تي شيبت، ضحي اكسايز البوتنشالي اسكيميك ارياز اوف ذا سكين فلاب، ضحي بيهم واقفل يبقى في الهلال الطويل اللي تحت، وبعد التريمينج اوف ذا ايدجز اللي شكلها اسكيميك اقفل ده از سمول فيرتيكال اكستنشن للكريسنتك انسيجن. ستنا الامرايكس مشكله، اغلب البشر بصفه عامه ستات ورجاله بيبقى عايز ما دخل بامبلايكس يروح بامبلايكس. المشكلة الثانية في ستنا الامبلايكس ان هي لو ريدندنت ابدومين، او لو انت اشتغلت وصلحت الهيرنيا، ان الامبلايكس بتبقى شيفتد لتحت جدا. طيب نعمل ايه بقى؟ هيبقى عندنا حاجة من اتنين، يا من الاول نقول لهم ان احنا هنشيل الامبلايكس وخلاص وده احسن عشان الشبكة ما تزعلش والريكرنس يقل، يا اما هنتعامل مع ستنا الامبلايكس. كيف نتعامل مع ستنا الامبلايكس؟ عندنا اختيارين. لو الديفكت بعيد عن الامبلايكس، بنعمل سيركلر انسيجن حوالين الامبلايكس ونكيب البلاد سبلاي اوف ذا امبلايكس جاي من الدبث ونخليها از ان ايلاند بيديكال فلاب، والانسيجن بيبقى داير داير حول الامبلايكس، ذن يو سيبريت هذا الفلاب وتسيب الامبلايكس اتاتش تو ذا ديب سيرفيس. لو الامبلايكس سيكاتريكس از ا سايت اوف هرنيشن، you have to detach the umbilicus من الابدومينال وول وتضحي بيها وتعمل لها امبلايكس جديده، دي قصه اخرى. بعد ما تشتغل اذا كان الدنيا ضايعه خالص جوه، حاول انك تتعلم تهدر مع حد من اللي متقن البروبريتونيال ابروتش وتحاول تحط الشبكه ريترو ريكتال او بروبريتونيال، الباقي بعد كده سهل جدا. لو مش هتعمل كده والشبكه هتبقى سبكوتينيوس، رجاء الشبكه ما تبقاش مموجه، يعني ما تبقاش الريجولر طالعه ونازله عشان ما تجمعش سروما، ثبتها داير ان داير بحيث ان هي لا تبقى تنس
ولا تبقى corrugated، ما تبقاش مكشكشة. Then you deal with the skin flap وتنزله لتحت. أنا بقلق من liposuction جدا، even لو جبت جراحة تجميل معاك، لأنه liposuction بيديفلوب سيروما and sometimes هيماتوما مع شبكة كبيرة، هو دعوة للمشاكل. هاك في سؤال على lumbar incisional hernia after urologic procedures، what is the best approach؟ ده سؤال من الدكتور علاء عبد العزيز. دكتور علاء ابو العز محل دكتور علاء. انا دكتور علاء. علاء، ده سؤال يندرج تحت بند الاحزان. يعني في هيرنيا تشوفها تحزن، انا ما اشوفها احزن. اللامبر هيرنياز اللي هي افتر سيرجري، وكمان معاهم في هيرنيا اخرى بتصيبني بالحزن اللي هي بعد ماسل كاتنج مكبرني انسيجن ان بيرفيوت ابندكس، وثالث هيرنيا مجلبه للاحزان الستوما هيرنيا. الثلاثه هيرنياز دول انا شخصيا لا احب اشوفهم ولا اعالجهم، لان هم مشكله كبيره جدا والريكرنس ريت فيهم عالي. الاستوما هيرنيا يعني تعمل كولوستومي، وبعد الكولوستومي باثنين، خاصة لو هو بيرمننت كولوستومي، اثنين يحصل باراستومال هيرنيا. دي محتاجة تكنيك خاص جدا 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 عشان ما يحصلهاش ريكرنس، و it is a very demanding procedure. اللامبر هيرنيا كذلك، المكبرني انسيجن كذلك، لانه عادة بيبقى فيهم paralytic element، وعادة بيبقوا عندك حائط دم تقيل بوني قريب منك، يا الإليا كريست يا الكوستال مارجن، ودول التعامل معهم يجب أن يكون بحرص، وتحط شبكة واسعة جدا أكبر بكتير من الديفكت في الثلاثة هيرنياز دول. في الباراستومال بتعوز فاشنينج اوف ذا ميش بطريقة معينة، مش يعني دي محتاجة تتشاف، ما أقدرش إن أنا أشرحها شفاهة. انما في اللامبر انسيجنز بعد كيدني اوبريشنز وكذلك بيرفيوت ابندكس، وتعمل لها مكبرني، وبدل ما الجراح فتح لها دنيا نصيبه، بدل ما يجنور المكبرني الصغنون ويفتح ميد لاين، قرر ان هو يكبر المكبرني بماسل كاتنج ماسل كاتنج ماسل كاتنج، عاده ده بيبقى الوند هيرنييتد لغايه الاليا كريست. اللامبر هيرنياز والبوست ماسل كاتنج الياك انسيجنز في البريت ابندكس، ده بيعوز هيوج مش وتثبيت جيد جدا. وانت بتتعامل في الاثنين تذكر انه ما تحتك في باراليتيك اليمنت بيوند الديفكت اللي انت فرحان بيه. يعني في ديفكت واضح ما فيهوش ماسل، بس جرانه ماسلز بارالايزد، فانت محتاج انك انت تسافر بعيد بالشبكه بياند الويك ماسكليتشر. انما الهيرنياز اللي هي بتجلب لي انا الحزن الباراستومال هيرنياز، the lumbar هيرنياز، مش اللامبر هيرنياز، اند ختاما الالياك هيرنياز افتر ماسل كاتنج فيت ابندكس سيرجري. حضرتك في سؤال تاني على من دكتور نمر ابو زيد على استروما after one month هنعمل معها ايه؟ وده يجرنا لسؤال الدرين ان اونلي، في ناس بتاعت من اسبوعين، في ناس اسبوع، في بيبرز بتتكلم على يومين ثلاثه. احمد مقطع كم شهر والدرين الصوت مقطع. ايوه ممكن ترجع يعني تعيد لي الاسئله تاني. سؤال على السيروما لو هي still persistent after one month. السيروما أكثر من شهر. السيروما استمرت أكثر من شهر. عودنا على بدء رجاء في الventral hernias سيب السكشن درين مينيمم أسبوع، حتى لو العين زعلان منك، حتى لو ما بتجيبش كتير. وفي الventral hernias المريضة والمريض يلبس كرسي 3 شهور ليل نهار، عشان يبقى انت بتموت الديد سبيس، ما يبقى فيش سبيس للسيروم. شيلان درين بدري والعيانه بعد شيل الدرين باسبوع 10 ايام تجي لك بسيروما، انت مضطر بقى غصبا عنك انك تقعد تعمل ريبيتد اسبيريشن ادبا ليك انك انت شلت الدرين بدري. لو انت بقى بختك انت والمريضه انك وقعت في ال 5% بني ادمين اللي هم
مش طايقين الشبكه وفي فيلر اوف انتجريشن، هتقعد تاسبيريت السيروما شهرين شهرين ونص ثلاثه، بحيث انه لو استمرت هتري اوبريت، والجزء اللي هو ديد نوت انتجريت اللي بتلاقيه لوس كده بتشيله على القد، ما تشيلش بقيه الشبكه اللي هي انتجريتد، وتقول يا رب ان هي does not herniate بعد ما انت تشيل ال non-integrated element. ولهذا بنقول حاول تأجل التدخل الجراحي minimum شهرين بعد العملية، وتعامل مع السيروما بال repeated aspiration ونقول يا رب. السؤال ال component الثالث في السؤال انا نسيته يا دكتور احمد، هو حضرتك قلت اللي هو الدرين. في سؤال من دكتور اشرف عصام من السعودية، بريجننسي بوست هيرنيوبلاستي، وده سؤال على طول العيان بيسالوه. يا فندم كل الستات وازواجهم بيسالوا هذا السؤال، احنا الرد بوضوح افش الست ممكن تحمل ليله العمليه، ما فيش ما يمنع، اللي هو عايز يطمئن ان الشبكه واللي انت عملته will not interfere of the possibility انها get pregnant. هي she can get pregnant، وفهموا ان العمليه سطحيه وفي الابدونال روم مالهاش علاقه at all. لازم تقول الكلام ده حتى لو المريضه واحده ست، لا طبيبه، انت لازم تطمن المريضه وجوزها انه اليوترس والاوفرز والقدره على الفيوتشر بريجننسي جاهزه انها تحمل بعد العمليه بساعتين. لازم تقول الكلام ده بلغه عربيه واضحه. في نفس الوقت بتقول له انه الشبكه والعمليه انت عملتها لا تمنع لو في سيزيرين سكشن ان الجراحه القيصريه او دكتور النساء يشق الشبكه، لانها هتبقى جزء من الابدون رول فولي انتجريتد. وختاما بتقول له بس من فضلك لو انتوا عايزين حمل سون، ناجل الهرنيا لغايه ما تخلصوا حمل والست طبعا وكده، لان يفضل عشان الريكرنس ريت يقل انه ان الحمل يؤجل مينيمم سنه اوبتيمم سنتين من تاريخ العمليه. بس تفهموا من الكلام ده في ضوء انك بتفهموا انه شي كان ستيل ريتين هير ابيليتي انها جيت بريجننت، وانه ايفن القيصريه لو شقت الشبكه نو بروبلم، والهرنيا غالبا مش هترجع. انما تنصحوا اذا انتوا ناويين تجيبوا عيال سون خلال شهرين ثلاثه، روحوا هاتوا عيال، روحوا pursue chance of pregnancy and delivery and قيصريه، وتعالوا لي بعد ده بشهر او شهر بشهرين ونبتدي نمانج الابدونال وول. انما لو هي مش مصره على الحمل، او يعني الكابل مش مصره على الحمل السريع، هتادفايز ذم انه يفضل تاجيل الحمل، بس اقول لهم انه لو ربنا اراد ان شي جوت بريجننت بعد عمليه بايام نو بروبلم، ولو هي هتولد بقيصريه الجراح يشق الشبكه لانها بقت جزء من الابدونال وول. في سؤال من الدكتور نمر، هاو تو تيلر اند فيكس مش انجوينال هيرنيا، وده حاجه يجرينا على سؤال فيكسيشن اوف مش سواء في الجروين هيرنيز او في الفنترال هيرنيز. طب خلينا الاول في الجروين هيرنيز. اولا يعني خلينا نفكر بعض ان احنا ممكن في الجروين هيرنيز ما نحطش الشبكه. وانا شخصيا اتربيت وما زال يعني الزمن اقنعني بانه اهم لير في الريبير في الجروين هيرنيز قبل المش انك تريبير الفاشيا ترانسفيرسالس، مش تعمل باسيني ريبير، مش انك تاخد الكونجوينت تندون في الانجوانا ليجمنت، لا انك تريبير الفاشيا ترانسفيرسالس بخط كده قوي بيسموه الاليوبوبيك تراك اللي هو بارلل اند ديبر تو ذا انجوانا ليجمنت. بايه؟ ب نون ابزوربابل ثريد، يعني برولين 3-0 الاريا ريدندنت هاز تو بي ريبيرد. بعد كده يو بوت ا بيس اوف مش. الهدف المش وتثبيت المش ان هي تبقى في مكانها، مش ان هي تبقى طبله. وقبل ما تحط الشبكه من فضلك ضيق الانترنال رينج بحيث انها تادمت طرطوفه صباعك الصغير عشان ما تاذيش الفينس اتيرنال اوف ذا تستس وتجيب السكر اتروفي او تجيب مصيبه.
وانت تدير الانترنال رينج ميديا تو ذا كورد، يعني يو لاترالايز الكورد عشان تقلل فرص الريكرنس. التثبيت مش هدفه انها تبقى طبله ات اول، ات كود بي باي فيو انتربتد ستيتشز في الكونجوينت فوق وشرحوهم تحت في الانجوان الليجمنت، وفي غرزه بيقولوا عليها مقدسه انا ما زلت نصف مقدس ليها اللي هي اوتا غرزه انتربتد في البيوبيك تيوريكل، انا ما بطلتهاش بحكم العاده انما هي مفيده جدا. يتبقى التريك الاخيره وانت بتبقى خلاص بتخلص العمليه، اما بتشق الشبكه لاترال عشان تعمل فيونكه حوالين الكورد في طلعيته من الانتر رينج، اتوسل اليكو ما تضايقوهاش على الكورد لا تندم. حط الشبكه بحيث انها تبقى ادرنت الانسجه اللي تحتيها بانتربتد ستيتشز اند ذاتس ات. حضرتك في الريير وفاشيا ترانسفيرسيز، حضرتك بنعمل بلايكيشن ولا دبل بريستنج؟ صفت عبد القادر بيعمل بلايكيشن، انما في ناس احسن من صفت عبد القادر بيعملوا دبل بريستنج. انا ربنا اكرمني وبعت لي اللي يخليني اتقن البلايكيشن، والنتائج ان ماي هاندز بمنتهى التواضع في الدنيا كويسه جدا جدا. اي دو نوت دو دبل بريستنج، بس بقى عايز ارجع اقول تاني اهم لير الفاشيا ترانسفير سالس نوت ذا كونجوينت. طب حضرتك ده يرجعنا سؤال في الفنترال، حضرتك بنعمل ريبير وبعد كده بنحط المش؟ صفوت عبد القادر بيعمل كده، لازم تعمل ريبير الاول عشان البريشر والتنشن يبقى متوزع، ما بتبقاش الشبكه شايله الاكسبلشن فورس بتاعت الابدومينال كونتنتس. اي دو ريبير الابدومينال وول وبابلايكيت وبايثي بوند. انا اتعلمت في الخمس سنين الاخيره استخدام الايثي بوند. الايثي بوند از بريدد سوتشر، احنا قعدنا نعلم الناس كتير ان البريدد سوتشر اوحش عشان بتهربر انفكشن. بريدد يعني مجدوله، ما هواش مونوفيلمنتس. الايثي بوند ده بيستخدموه جراحين القلب في تثبيت الفالفز اللي هي القلب بيضرب 100 ضربه في الدقيقه، فمحتاجه حاجه قويه ما تفكش. بيستخدموه بتوع العظم في تثبيت الليجمنتس. انا ببلايكيت الابدومينال فاشيا والابدومينال وول والميد لاين هرنيشن بايثي بوند، ونتائجه كويسه جدا. مش ضروري يبقى ايثي بوند، انما يبقى نون ابزورب ماتيريال زي البرولين. then I put a mesh on lay او اذا كنا هنحط بروبريتونيال في بعض انواع الحالات، بس تعمل لها ديسكشن، تفتح لها مانيوم تعرف تحط الشبكه فيه، ليها نو هاو وليها ديتيلز نقولها. انما اي دو انا ما احطش مش على هيرنييتد وول واطلع اجري. جزء من الابريشيشن كمان مش عايز اقول الجمالي، انه البني ادم بعد الفنتر هيرني ريبير يبقى هاف فلات ابدومن، انما لو بعد العمليه باسبوع 10 ايام لقى فيه هيوج بلج عشان حضرتك لطعت شبكه وطلعت تجري واوريدي الشبكه دي على عبدون الاول ايفنتريتد لقدام، تبقى قصه مش عاطفيه خالص. راي حضرتك ايه لو انا عندي جروين هيرن ريديوسبل مع بوسيبيليتي اوف اوبستراكشن اور سترانجوليشن في البري بروتينيال ابروتش؟ يعني في بيبرز نزل دلوقتي البري بروتينيال ابروتش في الاوبستراكتد هيرنيا جروين هيرنيا، على اساس ان هيبقى في هتعامل مع الانتستين بسهوله اكتر من جروين، فراي حضرتك ايه في الابروتش؟ البروبريتونيال والستوبا موديفيكيشن، يعني موديفيكيشنز اوف ذا ستوبا تكنيك، ما اقدرش اقول انها مش هايله، بس اتس ا ديماندنج بروسيدير محتاج ليرنينج كيرف عالي، يعني ما اقدرش يعني ابعطرها كده واعممها لانها ات نيدز اتقان، وهي مش ضروريه. يعني اللي بيتقن الكونفنشنال في الجروين هيرنياز في الكومبليكيتد سترانجليتد اندريوس هيرنيا جود انف، انما اللي ناوي يعمل اللي حضرتك بتقوله لازم يتعلمه كويس، لان ات از ا ديماندنج بروسيدير وليه ليرنينج كيرف معين انه يشتغل بروبريتونيال في الجروين كومبليكيتد هيرنياز. دكتور محمود ابراهيم بيسال حضرتك، حضرتك بتفضل تيوبل درين اور سكشن درين؟ رابر درين يعني ولا سكشن درين؟
لا التيوب العادية، الأسطرة العادية ولا السكشن درين؟ الأسطرة على السكشن ولا الأسطرة على الشارع؟ لا مش على سكشن. أنا الحقيقة لو هحط درين، يعني لو الباد مش مريح ليا سكشن درين، أبوس إيديكو. إن شاء الله تشتروها على حسابكم، يعني حتى لو الباكج مينيمال تمن السكشن درين مش غالي. السكشن درين از ماتش 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 مور سوبيريور عن تيوب على غيار قطن او تيوب على فابريكيتد سيرنج، وكل ده سوبيريور عن الرابر درين. السكشن درين احسن بكتير، وذر ان جروين هيرنيا او ان فنترال هيرنيا. سكشن درين يرحمكم الله. حضرتك في سؤال، في لو المش ان سنجريت هنا، لو انا اريد عملت سكشن اند سموزز، وضع المش هنا ايه؟ هل في كونتر انديكيشن للمش؟ الكلاسيك لا، انما لو واحد ميد سينيور وسينيور وحس ان الاكستنت اوف كونتامينيشن قليل يحط شبكه، انما لو حس ان الاكستنت اوف كونتامينيشن تقيل ما يحط الشبكه ويعمل هيرنيوغرافي بس. لانه يا جمالنا وحلاوتنا لو حطيت شبكه وبقت جروسلي انفكتد بعد ريسكشن اسموزس، ويا جمالنا وحلاوتنا الله لا يقدر لو في مشاكل اخطر من هذا، لو القصة مسي وفيها لغوصة والفيلد انتجريتد مش، او لان الناس بتدلعها وسميها انفكتد، وتأجل ده شهرين يكون الفايبرس تيشو جامد، شهرين ثلاثة أربعة، واضطريت تخش عشان اللي انت بتسميه ساينس، خش بعد 3 شهور ان امكن شيل الجزء العايم من المش وما تسرحش ورا بقية المش. بقيه المش اللي رقدت وبقت انتجريتد وانت مش شايفها سيبها، بلاش راديكال بروسيدير، والا يعني هيبقى في اذيه اكتر وهتعور الفاز وهتجيب ايميديت اون تيبل ريكرنس اوف هيرني. انما انت ما تخش هتلاقي يا غرزه دمها تقيل، العمه بتاعتها السره بتاعت الغرزه الانتربتد انفايتنج انفكشن، الجزء من الشبكه عايم ولوس، قص دول بس وبوت درين واطلع يجري. في سؤال من دكتور اسلام، how to manage chronic pain after hernioplasty. ده تشابتر كبير جدا، انا اشرفت على رسالتين especially after groin hernias. مشكله الحقيقه حلها ما انتهاش لسه، واحنا ما بدانا اللابروسكوبي ان groin hernias تخيلنا ان هي هتحل مشكله البوست اوبريتيف بين. كتير من اللابروسكوبيك groin hernia repairs من المرضى يجي يقول لك انا كان حصان رفصني، مش عايز اقول حيوان اخر حصان، هو في ناس طيبين يقول لك حمار رفصني في الحته دي، بيبقى البين اتجمع قوي في حته وتفضل تندر شهور وسنين. الحقيقه ما عنديش وصفه تخلي البوست هيرنيا سيرجري بين 0%، انما القواعد العامه الجراحيه مينيمال ديسكشن، احترام الانسجه، عدم قطع يعني اهانه الالينجوينال نيرف، استخدام شبكه لو ويت، عدم حططان 6 كيلو خيوط جراحيه، كل ده بيقلل فرص البوست هيرنيا سيرجري بين. انما ستيل في من نص في الميه من مرضى الجروين هيرنيا بالذات بيبقى عندهم لونج لاستنج بين، حلوله مش ظريف، حلوله مش سهلة. حضرتك كنت رافع ايدك، اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. أستاذنا الفاضل، تحياتي لحضرتك. وإذا كنت حضرتك بتحب كفر الشيخ فكفر الشيخ بتحبك برضه. ياه ده احلى شرف ليا. ربنا يبارك. انا تلميذ من تلامذة حضرتك في القصر العيني دفعه 88. ده انت زميل حبيب، وكنت بحضر زميل حضرتك المحاضرات بتاعتك في سنه 6. الله يسترك حضرتك، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا بيه. معلش بقى تستحملني في التفكير بصوت مسموع. انا اتشرف دلوقتي لما تبقى عندي المشكلة في البيزس، ان انا عندي نيك وساك، تمام؟ يبقى انا لما اشيل الساك انتهت المشكلة.
اعمل ريبير ليه؟ وده على وزن الكونجنتال. المشكله مش في البوستيريور ابدومينال وول، يعني لو شاب عنده 25 سنه بلاش الاطفال، وعنده ساك ويل فورمت ساك والدنيا تكاد تكون كونجنتال يعني نازله لحد السكروت وشلتها، طب انا محتاج اعمل ريبير ليه؟ اجاوب؟ يتفضل. يا نهار ابيض، اتفضل يا استاذ. اولا يا دكتور عماد، ما دام دفعه 88 انت دخلت في طائفه شيوخ الجراحه، يعني انت راجل نتعلم منك حضرتك. يا الله يخليك يا عماد. هو حضرتك انا قلت لغايه العشرينات من العمر انت اذا كنت راجل قديم متروك لك تشوف البوستيرول ظريف ومحتاج هيرنيوغرافي اور نوت. انما عاده بعد سن ال 18 وال 20 عاده حجم الساك لما يشق طريقه زي ما انت قلت وصل السكروتم، عشان توصل للسكروتم الكونجيتال ساك دي بمحتوياتها بتكون وسعت الدنيا نفسها واضعفت الانسجه واضعفت البوستيرول. فصعب جدا انك انت يعني تقنعني او انك انت تقتنع ان في اوبليك انجوار هيرنيا بساك ويل فورمد وصل للسكروتم بقالها سنين والبوستيرول لم يضعف او الكونجاين تندون لم يضعف، لانه الانترنج بتكون وسعت جدا 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 عشان الكونتنتس تشق طريقها وتوصل لغايه السكروتم. لو واحد بخبرتك متروك لك تبص على البوستيرول لقيته نصف ظريف ريبيرهم ببلايكيشن فاشل ترانسفيرساليس، لقيته ظريف ومستعد تحلف على المصحف وتقف قدام ربنا تقول والله العظيم ده كان زي الفل ومش محتاج لا هيرنيوغرافي ولا هيرنيوبلاستي، فانت ان شاء الله مصدق. انما لغايه 12 14 16 18 20 سنه اذا انت ارتقيت ان الانترنال رينج بتوسع قوي وان اتز جاست اساك وهنشيلها كان بها، انما صدقني كل ما الهيرنيا وسعت ووسعت الانترنال رينج بيبقى على حساب ويكنينج اوف ذا انترنال رينج اند وول، بيحتاج ان اليمنت اوف هيرنيوغرافي على الاقل. حضرتك عايز توصل لي رساله بتقول ان انا مش كل حاله داخل عليها هعمل لها هيرنيوبلاستي. طبعا انا ما جبتش هيرنيوبلاستي، ده انا بقول هيرنيوغرافي، انما هيرنيوبلاستي يعني شبكه في الجروين هيرنياز. ارجوكوا ايش حططان شبك في الجروين هيرنياز محتاج انديكيشنز. في الفنترال هيرنياز ارجوكوا كل فنترال هيرنيا حطوا لها شبك. تمام. طيب الحاجه الثانيه، حضرتك اتكلمت على نيك انترنال رينج واسعه ومخليه الهيرنيا واصله للسكروتوم، الكلام ده بنلاقيه كتير جدا في البيديا او في النيونيت كمان، بس حضرتك قلت ما تحطش مش في الـ في الـ في الاطفال. طب هل ممكن اعمل هيرنيوغرافي خفيف؟ عايز اجابه على الهوا؟ يا ريت. انا اظن حططان مش في الاطفال جريمه توجب انه اللي يحط مش يتحط له مش هو شخصيا بدون ما يبقى عنده هرنيا. حططان مش في الاطفال جريمه شديده وهتاذي البازو بلاد سبلاي جدا جدا، واحنا معانا شيخ من مشايخ وعلماء جراحه الاطفال يعني اظن هيشاركني هذا الراي. هيرنيوغرافي في اطفال نصف جريمه. بس يعني ايه اطفال لغايه سن 12 سنه؟ يعني ديفاين اطفال لغايه 12 سنه يا دكتور عماد؟ يعني ماشي خلينا مع 12 بلاش 18. اصل في ناس لغايه لسه طفل. اسمح لي يا دكتور صفوت اجاوب على السؤال ده. ارجوك يا بيه. الدكتور عماد نجار تلميذ مجتهد وبيحب يناقشك دايما لانه بيحبك يعني. احنا بالنسبه للاطفال بالنسبه للاطفال لغايه 16 سنه يعتبر اطفال، ده على حسب تعريف منظمة جراحة الأطفال الدولية يعني اللي هي الأيبيك. بالنسبة للهرنيا في الأطفال الموضوع
مختلف تماما عن الكبار. وانا احييك طبعا على you are insisting don't push put a mesh in a child لغاية 16 سنة. فعلا دي مقولة مظبوطة 100%، ولكن لها بعض ال exception very rare exception ان هي تبقى collagen disease او weakness في الوول او recurrent اكثر من 4 مرات. انا حضرتك سامعني، انا بترجاك ما تقولش الاكسبشن، ما حضرتك ما تقولش الاكسبشنز لان احنا كبشر هنفتكر الاكسبشن يعني لا. يعني خلينا كده ايه بلانك. بالظبط الشبك في الاطفال ابوس فيري فيري ليميتد انديكيشن في الاطفال الانسيرشن اوف مش فيري ليميتد بليز بليز بليز. بالنسبة للهرنيا في الأطفال recent advances، وكان الكلام ده في مؤتمر جراحة الأطفال السنة اللي فاتت في إسبانيا، إن قسموا الـ internal inguinal ring diameter the diameter of the internal inguinal ring إلى 2 سنتي اللي هو الديامتر أكتر من 2 have to do some sort of insertion of suture for narrowing of the internal ring and suturing the conjoint tendon to the iliopubic tract. كده سامعين؟ دكتور رفيق باشا. Suturing of the conjoint tendon to the iliopubic tract. If the defect is less than 2 centimeters in diameter, don't do any suturing or any narrowing of the internal ring. Moreover, some people does not close the peritoneal defect. They did only disconnection of the hernial sac and leaving it without suturing. In the majority of cases, they put some sort of diathermy to promote healing or sound scarring, extensive scarring of the tissue. So the algorithm of repair of hernia in children, if the defect is less than 2 centimeters, don't narrow the internal ring. You either do disconnection of the hernial sac and close the peritoneal defect with non-absorbable suture or leave it open without any suturing. If the defect is more than 2 centimeters or 2 centimeters, you narrow the internal ring by doing suturing of the conjoint tendon to the iliopubic tract with non-absorbable suture, preferable ethypon, and you either close the peritoneal defect or leave it open. Thank you. أنا اللي متشكر. هو بس أنا يعني أستاذنا الدكتور رفيق الحقيقة حجة وراجل جواهرجي، أنا شفته في كذا ويركشوب. بس خلينا يعني مع السادة الزملاء اللي معانا هفضل أقول أبوس إيديكم، ما حدش يجيب سيرة مش في أطفال at all. تضييق الانترنال رينج في الأطفال اللي هي 2 سنتي فما فوق طبعا أنا موافق، بس خلينا نفتكر النبي يعني الدينجر ستيبس اللي في الهيرنيا سيرجري في الاطفال. خلينا نفتكر ان الفاز والفيسلز في الاطفال كائنات رقيقه غلبانه ممكن تتعور وتتعمل بسهوله شديده جدا. خلونا نفتكر ايفن الغرزه اللي انت بدايه بيها الانترنال رينج دي محتاجه اكسبيرينس عاليه، لا اما هتخنق الفينوس انترنال بلس سبلاي وذ تيستس. وانا لما يعني بسمع سؤال على اطفال انا ببقى بروتكتيف جدا لمن هم تحت ال 12 سنه، انما اذا وصلنا ل 16 انا بقول لك بص على البوستيريور وول وقيمه وربنا كريم. انما عاده يو ويل نيفر نيد امش لغايه 16 سنه. انا مش عايز اقول كلام على الهوى يعني يزعل. انا شفت في اماكن انه في ماشز بتتحط مش للساده المشاهدين، بتتحط عشان تصنيف العمليه بدل ما يبقى متوسطه يبقى مهاره، ولو هي حاله سبونسرد ولا شركه ولا نقابه يبقى هياخدوا تعب اكتر.
ابوس ايديكو يعني مش في الاطفال في عيني انا ترقى للجريمه، والوحيد اللي ممكن يحط مش و و و و و يعني وانا مطمئن هيبقى الدكتور رفيق واثنين ثلاثه جنبيه ونقطه من اول السطر. انا ما استجريش احط مش في طفلي في جراين هيرنيا. اذن لي في سؤال اخير يا استاذي الفاضل. اتفضل يا عم. ربنا يحفظك يا فندم. دلوقتي في الفنترال هيرنيا او في الـ في الانسجنال هيرنيا في ريبير اسمه شوليز ريبير، وده بيعتمد على ان انا بعمل انسجن في الريكتوس لونجيتودينال 1 سنتيمتر من الميد لاين على البوث سايدز، وباخد اللينيا البا سوتشرز فيرتيكال، وباخد سوتشرز ماشيه في الجزء الفري من الريكتوس شيست الانتيريور، باخدها بنان ابزوربابل رايح جاي زي بتاع الجزماجي لمؤاخذه. ايه راي حضرتك في ريبير ده؟ هو ما دام جبنا سيره الجزمجيه يبقى خلينا ايه يعني نتفق على حاجه. الفنترال هيرنيا النصيحه من اخ لاخواته الكبار جدا، يا تعمل كومبوننت سيبريشن ويز مش، يا تعمل مش بروبريتونيال او اونلي. الباقي كله اللي انت وصفته وما والحاجات الانشنت الكيل والكاتل وقلب الريكتوس ميديال ولاترال اللي حضرتك بتقوله ده بينتيل اهانه لبواقي الانسجه اللي هي جايه لك متهانه. يعني الانسجن والكرييتنج اللي انت بتقوله ده والغرز اللي رايحه جايه كل ده بيدي اسكيميك دامج، وبتبقى ببقى الجراح فرحان اون تيبل وشكلها كده حلو زي الطبله ويلا بينا نروح. انت عايز تسيب ليفنج تيشو مسنود يا اما بالريبير البسيط التنشن فري اللي انت عملته زائد مش، يا اما غير كده هيبقى فيوتايل، هيديك لقطه ظريفه هتفرج التمريض والتثمير والمساعد عليها، انما الاوتكم از اسكيميك دامج ونتائج غير محموده. يا كومبوننت سيبريشن، وده انا شخصيا احتجت يعني اتعلمه من اول وجديد من 10 سنين. يعني احتجت اتعلمه من اول وجديد وانا سني 60 سنه. فالكومبوننت سيبريشن از ميتيكولس بروسيدير عشان تصل لما يسمى بجد كومبوننت سيبريشن. البلايكيشن بالايثيبوند اللي انا حكيت عنه ده ليه ديتيلز تكنيكال عشان ما تنتهيش بإسكيميك دامج. البروبريتونيال انسيرشن اوف مش اللي هو ريتروريكتال ما يتعملش في كل حاله، لانه برضو عشان تكريت بيد بتنفايز وتفتح بلينز. البدائل اللي حضرتك ذكرتها واللي اقدم منها البعد عنها غريب. تسلم يا فندم، مشاكل ذوقك وسعد صدرك. والله ما تزعل يا كمان، انت اخويا وحبيبي ومشتاق لك ونفسي اشوفك قريب ان شاء الله. ربنا يحفظك ويكرمك ويبارك فيك. في سؤال لحضرتك دكتور صفوت على السبليتنج اوف ذا مش عشان تنكلوز تاكور، حضرتك بتفضل انها تبقى انه دايركشن لاترال ميديال؟ في النص لاترال ميديال اللي يعجبك، بس في النهايه انت لازم تاكسايز حته عشان ال يبقى في خرم الكورد معدي فيه براحته، ما يبقاش مجرد انسيجن والريجولار شارب ايدجز اوف ذا كات برولين ثريدز بتشك في الفينوس تيرم بتاع الكورد. لازم الوسع، لازم الدنيا تبقى مرتاحه عشان بلس سبلاي اوف ذا باز اند ذا كورد. لاترال ميديا في النص تعملها في يونكه من ورا، بس لازم ما تبقاش ضيقه ات اول، بس لازم ورا بقى لاترال الكورد تثبتها تو ذا بيد بغرزه عشان ات داز نوت فلوت. هو بس خلينا نعيد ونزيد، المش مش خناقه، المش محيالله سناده عشان فايبرس تيشو يزرع جواها فايبرس تيشو جديد يريبليس الويك تيشوز.
المش مش اكتر من كده ولا اقل من كده. سؤال حاج كونجنتال امبريكال هيرني ريبير، حاج بفضل برولين ولا فيكريل في الكونجنتال امبريكال؟ يعني احنا ما بنتكلمش بقى على اكزامبلس ميجور وماينور، دي هنسيبها لاستاذنا الدكتور رفيق، مش هقدر انا يعني اتكلم فيها، اللي هي النيو بورن ميجور بروبلمز. انما اذا كان ريال انفانتايل ديفكت في وسط الامبريكال سيكاتريكس، اي هرنيا needs a monofilamentous non-absorbable suture to repair it. بكريل لا. اخر سؤال عشان ما نجيتش حضرتك، السايز اوف مش حضرتك قلته، حضرتك نحب حضرتك تكرر تاني، حجم المش بالنسبه للديفكت قد ايه؟ اذا كنا في الفنتر هيرنيا هنعمل هنعمل فلايكيشن، لازم حضرتك تبقى على يمين وشمال وفوق وتحت بعيد عن الديفكت ب 25 ل 30% من حجم الديفكت، عشان التنشن يبقى متوزع. الديفكت اذا كان حجمه 20 سنتي او مقاسه بالعرض 20 سنتي، فانت محتاج ربع ال 20 يمين وربع ال 20 شمال، يعني 5 سنتي يمين و5 سنتي شمال، اور ايفن مور 6 7 سنتي يمين وشمال وفوق وتحت، عشان تدي سيفتي اند سكيورتي لتثبيت المش. انت مش جايب فيله بتحطها في بق الديفكت، لا، انت بتجيب حاجه اوسع من الديفكت 30% داير ان داير، عشان تقلل فرص الاكسبالشن اند ديتاتشمنت اوف ذا مش. ممكن ارحب بالدكتور صفوت بيه بعد اذن حضرتك؟ دكتور جمال معدا ومع حضرتك. سيدي وتجراسي حبيبي، الله يكرمك. انا كفراوي في من احباء ومن اسيادنا يعني. الله يكرمك، انا سعيد جدا بان حضرتك معانا في كفر الشيخ النهارده، لان انا كفراوي في الاصل، فيعني سعيد كفراوي على دمياط على كله يعني. الله يكرمك، محاضرة قيمة جدا ورائعة، وطبعا مشرفنا الدكتور رفيق بيه شلبي اخونا الكبير واستاذنا، فانتوا بصراحة اثريتوا المحاضرة جدا جدا جدا. سعيد بوجود حضرتك معنا. الله يكرمك يا ريس، ربنا يبارك فيك ويسعدنا دايما بحضرتك وبالدكتور رفيق في محاضرات قادمة ان شاء الله. وجودك اللي شرفك. الله يكرمك، الله يكرمك يا دكتور صفوت بيه، متشكرين قوي. انا اللي متشكر. احمد، any more questions؟ السلام عليكم دكتور صفوت بيه. دكتور اشرف اتفضل. ايوه دكتور احمد. ايوه اتفضل دكتور اشرف اتفضل. السؤال دكتور صفوت، حضرتك بتعمل سبيشال تكنيك ان بلايكيشن اوف فاشيا ترانسفيرساليس، ممكن تقول لنا عليه؟ انا بكرر، انا مانيش ميجا سنتر، انا حيالله بقتسم ماي ليميتد اكسبيرينس مع اخواتي اللي شايفيني وسامعيني. انا حضرتك باخد برولين 3-0 مونو فيلامنتس برولين 3-0 من البيوبيك تيبيكل، و ابلايكيت ان ا كونتينوس واي، ما باخدش انتربتد سوتشز، بابلايكيت اخد بايت في الجزء اللاكس من الفاشل ترانسفيرسالس واقربه، واخد بايت اخرى في الكوندنسد بارت اللي هو شبه الانجوينال ليجمنت وديبلي اللي بندلعه ونسميه الاليوبوبيك تراك، اللي هو شبه الانجوينال ليجمنت وديبلي، هو عباره عن كوندنسيشن من الفاشيا ترانسفيرسالس. بفضل اعمل كده كونتينوس كونتينوس لغايه ما اصل للانترنال رينج الجديده بعد ما ضيقناها ولاترلايزد الكورد، وانا شخصيا برجع بيه تاني انتو ذا بيوبيك تراك. ده انا، وبعد ما بخلص ده كله باخد ستيتش من ديب لسوبرفيشال في بدايه تثبيت الشبكه اذا كنت هثبت شبكه، وانهي واقص الستيتش دي، ذن بثبت بقيه الشبكه فوق في الكونجوينت تندون وفي الانجوينال ليجمنت، وبعدين بشقها من ورا واشيل حته منها عشان تحوط الكورد بدون مزعة للبلاد سبلاي، سبيشالي الفينوس ريتيرن بتاع الكورد اند ذا فاز. افتر لاترلايزنج الكورد وتضييق الانترنال رينج ميديال تو ذا كورد.
وضيقها بدون ما اخنق البلاد سبلاي اوف ذا فاز اند ذا تستيكولار فيسلز فينز اند ارتريز. تمام شكرا صاحبي. انا اللي بتشكر. احنا في اسئله ثانيه. احنا في النهايه متشكرين لحضرتك جدا استاذنا الدكتور صفوت عبد القادر، محاضره ممتعه ومداخلات ممتعه من اساتذتنا الكرام. نسال الله انه يجعل ذلك في ميزان حسنات حضراتكم، وبشكر حضرتك جدا واجهدنا حضرتك، وربنا يبارك سعادتك، وان شاء الله توعدنا بلقاءات ثانيه ان شاء الله. انا حصل لي الشرف، وانا بعتذر لحبايبي اذا انا اختلفت معاهم او استخدمت لغه يعني واضحه شويه، لانه انا بخاف الكومنتس اللي هي حسنه النيه وبتستند لخبره شخصيه، انه حد من المشاهدين يعيد استخدامها في مواقع مخيفه. انا متشكر على صبركم.